مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع، كل عام وأنتم بخير، ورمضان علينا وعليكم بارك. في هذه الحلقات بدنا نتناول شغلات رمضانية ونحكي عن أمور تتعلق برمضان. اليوم في أول حلقة حنحكي عن قصة مدفع رمضان اللي بعض الناس بسموه خطأ مدفع الإفطار. ليش؟ لأنه هذا المدفع كان يطلق في فترتين الإفطار والسحور، فهو مدفع رمضان وليس مدفع الإفطار. خلينا نسأل أسئلة كثيرة ونجاوب عليها اليوم. متى بدأ هذا المدفع؟ كيف بدأ؟ أين بدأ؟ شو نوع الذخيرة اللي كانوا يستخدموها؟ ومتى يطلق؟ ومين بيطلقه؟ وهل يستخدم فقط في بعض الدول ولا كل الدول؟ القصة طبعا في قصص كثيرة ذكرت في هذا الموضوع، ولكن أكثر قصتين اشتهروا بهذا الموضوع. القصة الأولى هي في العصر المملوكي سنة 859 هجرية، كانت أول دولة تطلق مدفع رمضان. كيف بدأت؟ الدولة المملوكية في ذاك الوقت شرت بعض المدافع من ألمانيا وحبوا يجربوا أحد هاي المدافع. بالصدفة طبعا، كل الموضوع صدفة، أطلقت هذه التجربة في وقت الإفطار، بعصر السلطان خشقلة اسمه، كان اسمه غريب. الناس انبسطوا عليه، فكروا هو فعلا شيء عشان يسمعهم الإفطار أو الوقت الإفطار، فتوجه العامة إلى قصر السلطان وحبوا يشكروه. طبعا هو مش عارف شو اللي صار ولا هذا، ولكن طلع عليهم هيك وقال لهم خلاص مدام أنتوا حبيتوا الموضوع، إحنا حنطلق كل يوم وقت الإفطار ووقت السحور أيضا قنبلة بهذاك الوقت عشان تستمعوا لها وتنبسطوا. وطبعا من هذاك الوقت بدأت هذه القصة. في قصة ثانية بتحكي أنه تمت في وقت محمد علي الكبير سنة 1805 ميلاديا، حيث شرع عدد كبير من المدافع، كان بده يسوي جيش كبير وقوي وحب يجرب هذه المدافع، وكذلك الأمر موضوع بالصدفة، أطلق هذا المدفع في وقت الإفطار في رمضان. طبعا الناس انبسطت وسمعوا هذا الشيء، ولكن في اليوم الثاني لم يطلق أي شيء، فتوجه الناس إلى السلطان محمد علي وسألوه إيش اللي صار، ليش ما انطلق المدفع؟ فقال لهم مدام أنتوا عجبكم الموضوع حنطلق المدفع برضو في وقت الإفطار ووقت السحور. طبعا زي ما عرفتوا أن القاهرة هي أول مدينة بدأ فيها هذا الموضوع، وبقيت هذه الطقوس توقفت لبعض الأوقات ثم عادت. في نهاية الثمانينيات سنة 1980-82 الدولة أقرت أن هذه الطقوس تستمر، ولكن نقلوا المدفع من مكان إلى آخر، كان يطلق على القلعة، قلعة في مصر، قلعة محمد علي، لكن بسبب الاهتزازات نقلوها إلى جبل المؤطم. طبعا في البداية كانت هناك 6 مدافع في مدينة القاهرة، 2 منها فوق القلعة، 2 في العباسية، 1 في مصر الجديدة، 1 في حلوان. ليش 2 في العباسية و2 في فوق القلعة؟ قال عشان إذا خرب واحد يستخدموا الثاني. مش عارف أهل العباسية، أهل مصر الجديدة وحلوان يعني مش مهتمين فيهم ولا إيش. المهم هذا كان اللي موجود. طبعا هذه المدافع كانت تطلق مش فقط في شهر رمضان، كانت تطلق أيضا في عيد المولد النبوي في رأس السنة الهجرية، وكانت تخزن في مكان معين لدى الجيش، وقبل رمضان أو قبل الموسم تخرج في كرنفال الناس تحتفل فيه، لأنه هو قرب بداية الشهر الفضيل، وبتغني أغاني وتبتهالات وأدعية وبتروح للمكان المخصص لها. طبعا الموضوع موضوع الذخيرة، هذا سؤال يمكن كتير ناس تسأله، فعلا كانوا يستخدموا ذخيرة حية حتى 1859 لما بدأت منطقة القلعة وما حواليها يكثر الناس اللي ساكنين فيها، فصار يعني ما حدش عاوز ينزل قنبلة على بيته، فاضطروا بعدها أنهم يستخدموا ذخيرة صوتية، ومن هذاك الوقت استخدموا ذخيرة صوتية. موضوع المدفع هذا انتشر في عدد كثير من الدول،
سواء بلاد الشام، فلسطين، سوريا، العراق، الأردن، مصر، لبنان، ثم انتقل إلى السعودية. بالسعودية كان لها طقس غريب شوية، كان بالإفطار يطلق مدفع، وبالوقت السحور أو الإمساك يطلق ذخيرتين أو قنبلتين بنفس الوقت. طبعاً راح على دبي، ودبي لحد الآن بتلقوا قرب برج خليفة في وسط المدينة، طقوس جميلة. في الكويت أيضاً انتقل أيضاً إلى كثير من الدول العربية الغير عربية بس المسلمة، في أفريقيا مثلاً، في آسيا، في باكستان، في سنغافورة، إندونيسيا، ودول أخرى حول العالم. هذا هو المختصر تبع مدفع رمضان. كل عام وأنتم بخير، نلقاكم في حلقة قادمة. سلام للجميع.